بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها عن النادي الاهلي، ونرد فيها على كل الاكاذيب المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا. اول فقرة معانا مع الولد الشامي، ولد الشامي، الراجل اللي بيدعي انه واصل لدرجة انه صديق صدوق للسيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وانه له علاقات قوية جدا لدرجة انه ضحك على نادي كبير ورئيسه وخد منهم لوكشة فلوس قد كده مقابل انه يجهز ملف خاص بقضية نادي القرن الحقيقي عشان يقدمها لهم للاتحاد الدولي عشان يكسب لهم القضية. خد منهم لوكشة فلوس حلوة وبعد كده ماما في العشة ولا بتاكل بليلة. الراجل ضحك عليهم وغشهم او ما ردش عليهم بعد كده، ولا عمل ملف ولا جاهز ملف ولا عمل حاجة. المهم انه خد الفلوس تحت شعار انه هيجمع الاوراق ويجمع المستندات ويبدأ بقى في مخاطبة الرأي العام العالمي ويضغط بقوة وينزل خبر هنا وخبر هنا وخبر هنا في صحف عالمية كبيرة علشان يقدر يعمل ضغط على الاتحاد الدولي عشان يمنح النادي بتاعه قضية لقب نادي القرن الحقيقي. لكن في النهاية لا عمل قضية ولا عمل حاجة وضحك عليهم وأكلهم البليلة. هذا الشخص قال لك تواصلت مع شخصيات مرموقة في المحكمة الرياضية الدولية. أنا عايز أعيط. صحيح أنا عايز أعيط يا ابني، وأنت نفعت النادي بتاعك في موضوع نادي القرن عشان تنفع في موضوع عبد الله؟ قال لك أنا تواصلت مع ناس كبيرة قوي 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 في موضوع عبد الله السعيد، وعرفت إن الأهلي لو ما تراجعش عن موضوع الحجز على أموال عبد الله السعيد ده الأهلي هيتم إيقاف النشاط بالنسبة له. يا راجل بجد يا ميزو، الأهلي هيتوقف له النشاط بتاعه؟ قال لك آه. طب انت عملت ايه في قضية نادي القرن؟ لا هو الاهلي هيتوقف النشاط بتاعه. طبعا القطيع الابيض المخطط ماشي عمال يشير في كلام ميزو الشامي اللي لا يفقه شيء في اي شيء الا انه بس بيعرف يضحك على دقون بتوع البليلة. سبحانك يا رب. ميدو نطق اخيرا، ميدو اللي النادي الاهلي عمال بيتكلم فيه بقاله 3 4 5 سنين، وبالتحديد مع ظهور تجربة بيراميدز الاستثمارية، وان النادي الاهلي عمال بيطالب يا جماعة يا اخوالنا يا اهل الله يا بتوع البليلة، ما ينفعش نسيب الدنيا سداح مداح كده ولعيبة ما تستحقش 5 قروش نديهم بالمئة مليون جنيه كده، غلط كده الأندية هتنهار، الأندية مش هتلقى تاكل، الأندية مش هتلاقي أي حاجة تدفعها للعيبة بتاعتها. ما كانش حد مصدق بما فيهم الأخ ميدو، وكان كله عايم على وش الفت، ما كانش حد عايز يتكلم. لما تيجي تكلم حد يقول لك ده الاحتراف يا جماعة، إيه يعني رمضان صبحي لا لعابل عليه 18 جاله 40 فالراجل راح لل 40. أنت لو موظف في شركة وجات لك شركة تانية طلبتك براتب أعلى طبيعي هتبيع شركتك القديمة وتروح للشركة الجديدة، ده الاحتراف، ده البروفيشنال. ففي الوقت ده كان الموضوع هي دي الاحترافية. دلوقتي بقى لما نادي الزمالك أصبح مديون لطوب الأرض، مديون بمعنى كلمة مديون، بدأ ميدو ورئيس نادي الزمالك والاتنين في ما بينهم لينك مباشر. خلي بالك اوعى تصدق، اوعى تصدق الفنكوش اللي بيحصل قدامنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ان ده يطلع يهاجم ده او ده يشتم ده او ده مش عارف ايه، دي مسلسلات محبوكة حبكة درامية على اعلى المستويات. ليه؟ عشان اقولك اوصلك ان احنا الاتنين دايما على خلاف، لكن في الواقع والحقيقة احنا كل يوم بص ما بنسيبش بعض، احنا على التليفونات طول اليوم، اطلع قول كذا حاضر، اطلع اعمل كذا حاضر، عايزين نضرب في الحتة الفلانية حاضر، عايزين نميل على الحتة
لك العلانية حاضر، بس احنا قدام الناس ايه؟ متخصمين، قدام الناس مقطعين بعض، قدام الناس بنشتم بعض، لكن اللي بيننا وبين بعض لا لا، ده انت حبيبي وانا حبيبك، وانت نصيبي وانا نصيبك. فالنهاردة ميدو ما هو الا واحد بيطبق سياسات نادي الزمالك بحذافيرها. الزمالك ورئيس نادي الزمالك عمال بيطالب الأندية تعالوا نقعد مع بعض عشان نحدد سقف رواتب للعيبة، لأن الدنيا خلاص، الدنيا باظت، الدنيا تقل خيرها. ده اللي النادي الأهلي كان بيطالب بيه من 5-6 سنين. النهاردة الزمالك لسه فاكر قلبي يديلك أمان، لسه فاكر الزمالك النهاردة يطالب ان ما ينفعش اللعيبة تاخد فلوس بالحجم ده وبالبزخ ده. ميدو قالك رواتب اللعيبة في مصر فلوس الأندية ملك للشعب وكفاية بزخ. كان فين ميدو والزمالك بيدي أشرف بن شرقي 1,300,000 ولا 1,400,000 دولار؟ كان فين ميدو لما الزمالك كان بيدي ساسي 1,800,000 دولار؟ كان فين ميدو وطارق حامد بياخد 15 مليون جنيه؟ كان فين ميدو ومحمد عواد بياخد 75 مليون جنيه خالية من الضرائب ونسب المشاركة؟ ميدو ما افتكرش إلا لما الزمالك قال جاي، إلا لما الزمالك وقع وقال آي، بدأ ميدو يطلع عشان ينقذ نادي الزمالك. عايز أقول لك محمد شبانة الإعلامي الزملكاوي، وهو معترف بكده وانتمائه ساعات بيضغى عليه، لما تيجي الإشادة دايما من جمهور النادي المنافس أو من المنافسين دي أكبر شهادة في حقك. محمد شبانة قال لك أنا لو مدرس في كليات التربية فنون الإدارة والحصول على الحقوق، أنا هاخد اللي عمله الأهلي في عبد الله السعيد مثال على كده. قال لك الأهلي اللي عمله مع عبد الله مثال في فن الإدارة. الإدارة فن مش عني يا بيه. الإدارة إزاي تاخد حقك بدون أي قلة أدب وانت ساكت خالص لكن تعمل في صمت، هي دي الإدارة، هي دي الإدارة. إني أوصل للهدف بأقل خطوات ممكنة من غير ما يحس بيا الزبون، من غير ما يحس بيا الزبون، ده الإدارة. أقل عدد هجمات أو أقل عدد تمريرات أوصل لمرمى المنافس. فالنهاردة النادي الأهلي لا طلع الخطيب شتم ولا قال هجيبك بلبوس يا عبد الله ولا هعمل فيك وسوي يا عبد الله وانا اصغر مؤلف قانوني يا عبد، ما قالش ولا اصل امك وابوك يا عبد، ما فيش 1+1 = 2 وخلصت. دلوقتي مين اللي بيلف حوالين نفسه؟ عبد الله. والاهلي حاطط رجل على رجل، اي جنيه اي قرش اي سنت هيخش لعبد الله الاهلي هيحجز عليه لحد ما ياخد الاهلي الحكم النهائي من المحكمة الرياضية الدولية. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان بيتغنى بالنادي الاهلي. طبعا رئيس نادي الزمالك عنده قضايا وعنده احكام، من المنتظر صدور احكام نهائية خلال الفترة القادمة يوم 21/7، وفي بكرة برضو قضية. قال لك الاهلي يا ودي يا تقيل يا مجنني. قال لك الاهلي ده هرب، زي خوف وخفرع ومنكرع ولا منكورع. قال لك الاهلي ده هرب مصر الرابع، ده هرب من اهرامات الرياضه في مصر، ومحدش يقدر ينسى صالح سليم. الاهلي نادي محترم وتاريخه كبير ومحترم وجمهوره عظيم بالملايين. اما العيال بقى اللي بتطلع تقول لي انت ازاي بتشيد بيهم، انت مال الست امك؟ انا اقول اللي انا عايزه، انا عضو عامل في النادي الاهلي ومش عشان مختلف مع الخطيب هقول غير كده، لكن ده رأيي. ده كلام رئيس نادي الزمالك. بمناسبة العضو العامل، اعتقد
ان في قرار صدر من مجلس اداره النادي الاهلي سابقا بعزل والغاء عضويه مرتضى منصور. معرفش الجديد هل رجع بالعضويه تاني ولا لا. في واحد كده مش عايز اقول عبيط بيطلع مع الاخ ميدو قال لك كنت اتمنى ايقاف ايمن الكاشف بسبب تعليقاته الغريبه. اهو ده واحد من الناس اللي المفروض ما يطلعوش في الاعلام اصلا. ده واحد يعشق ويتنفس الكذب. ده واحد شاف بلبل الشرق بلبل علاء اللي دايما يقول لك سيدي بن شرقي وسي ساسي وسي مش عارف مين. كمية تطبيل رهيبة، كمية تعليقات ما أنزل الله بها من سلطان، وقلة أدب وسفالة. والنهاردة يقول لك أيمن الكاشف لازم يتوقف. الله العظيم ثلاثة ملكش حق يا جدع يا جدع. طب بالنسبة لبلبل الشرق ده نعمل فيه ايه؟ ده مطبلات يا راجل يا راجل. ده مش بيعلق على ماتشات، ده بيطبل. لا ده بس ده حلو، هو مش بيعجب الزملكاوية حلو، لكن ايمن الكاشف بيزعلنا. فلا مشوا ايمن الكاشف وما تجيش تاني يا ايمن يا كاشف. عايز اقول لك زي ما عندنا في دوري الشيلانجو وتفويت ولاد العم الجميل لبعض المانجا والبليلة، في سيراليون في دوري الدرجة التانية في عندهم برضو زينا عندهم مانجا وبليلة. ما البليلة في كل مكان. هو انت مفكر انت لوحدك اللي بتاكل بليلة بس ولا ايه؟ لا يا بيه، سيراليون عندهم بليلة، بليلة سيراليوني بالطريقة السيراليونية، وعندهم مانجا، مانجا سيراليوني زي المانجا العويسي كده. المهم في فرقتين يا بيه بيتنافسوا على الصدارة والتأهل للدرجة الأولى. الفرقتين متساويين في الأهداف ومتساويين في النقاط. آخر مباراة ده مع فرقة والمباراة التانية مع فرقة تانية. إيه اللي حصل؟ فريق الأولاني لعب الماتش الأخير بتاعه وكسب 91-0. لا هي مش ماتش سلة، هو ماتش كرة قدم. فريق البليلة السيراليوني كسب 91-0. أما المانجا السيراليوني فكسب 95-0. اتحاد سيراليون فتح تحقيقا في هذه الواقعة بتاعة البليلة والمانجا السيراليوني. تعال نروح لخالد الغندور. خالد الغندور لا أسكت الله لك حسا يا رجل. بحب جدا خالد الغندور وتعليقاتنا على خالد الغندور. خالد الغندور تحت شعار مش عارف مين تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، خالد الغندور قال لك هل تعيين الحكام بيبقى على حسب تصريحات المسؤولين؟ انا مش قادر استوعب يا جماعه قولا واحدا، قولا واحدا مش قادر استوعب ازاي محمد عادل يتعين كده بسهوله للنادي الاهلي عشان سيد عبد الحفيظ قال ان احنا عايزين محمد عادل. هي دي العداله؟ انتوا ليه بتحتووا النادي الاهلي؟ يا نهار ابيض. عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم اينما كنت، من وضعت لهم نظريات الاحتواء يتهمون الاهلي بالاحتواء، من وضعت له نظريات اللامساس يتهمون الاهلي باللامساس، فتحت شعار مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك، او البليلة خليها البليلة ولا الحصالة، البليلة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. خالد الغندور خرج عن صمته اخيرا وهاجم وما جاء ضد رمضان صبحي. قال لك رمضان جرى يا رمضان، اذا كنت بتقول يا رمضان، رمضان منامور، اذا كنت بتقول ان الزمالك مش هيقدر على المرتب بتاعي، وانا اشك ان انت بتقول كده يا رمضان، انا عارف ان انت في بيننا قصه حب كبيره. انا ما اقدرش اقول ان انت تقول كده يا رمضان، انا قلبي حاسس ان انت ما قلتش كده. رمضان اطلع قول، اطلع حتى لو كنت قلت كده، بس اطلع قول يا رمضان واحنا هنصدقك، هنصدقك، بس ما تخليش الاهلاويه يشمتوا في العلاقه بتاعتنا. رمضان رمضان احنا عايزينك، احنا يعني
نتمنى ان احنا ننال رضاك في اي وقت يا رمضان. رمضان اطلع قول للاهلاويه انا ما قلتش كده يا رمضان، اطلع قول لهم. بس انا بقى مش هقول لك غير كلمه واحده رمضان، لا مش حاسبه اللي انا هقوله كده رمضان. لو ما طلعتش قلت ان الكلام ده مش كلامي، انا هقول لك كلمه واحده، ان الزمالك قادر يدفع اي راتب لو كنت تستحق الراتب ده. احنا ملناش دعوه اذا كنت تستحق ولا ما تستحقش، بيراميدز فلوسه هم حرين فيها. بس انا عايز اقول لك كلمه من خالد الغندور رمضان، احنا عندنا لعيب اسمه اشرف بن شرقي، ارقامه احسن منك بكتير وبياخد فلوس اقل منك بكتير، فما تجيش تتنطط علينا رمضان. احنا الزمالك برضو ولا نسيت؟ لا، فوق فوق رمضان. بس برضو انا عايزك تطلع تقول ان انا ما قلتش كده، لان احنا بنحبك يا رمضان. اه احنا نادي الكرامه والوطنيه، بس الكرامه بتيجي في الاول، الكرامه بتيجي في الاول، ومحدش بيحب قوي الا لما بينجرح قوي يا رمضان. ماشي، انا عارف ان انت ما قلتش كده يا رمضان رمضان، بس هالف وادور واجي لك واقول لك ان عندنا اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي ارقامه احسن منك. يلا، عارف انت الواد بتاع التجربه الدنماركيه كان بيعمل كده، هو كده. يلا سلام.